السلام عليكم البنات، صباح الخير صباح النور. كصبحتوا لاباس عليكم؟ مزيانين نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم البنات ان شاء الله غادي نشارك معكم النهار ديالي ان شاء الله لكتاب ما بديتها لكم مع الصباح لحقاش ديجا رحنا فطرنا. غادي نشارك معكم ان شاء الله، غادي نديروا اليوم كيما غادي نقول لكم كسكسو، وراكم معايا حبيباتي اللي درتها راكم معايا. موح عليكم البنات، هاني رجعت لكم ان شاء الله. البنات غادي نديروا الطعام ان شاء الله اليوم الغدا. راكم معايا حبيباتي، توحشت والله الا توحشت نهضر ندير فيديو. انا عادة صحباتي مرونه وصافي، سمحوا لي. نديروا كسكس. الكسكس انا عارفه هاد البرمه كبيره ولكن ما عندي الصغيره. ديجا هادي اول مره غادي اصلا نطيب هاد البرمه كبيره بزاف. بسم الله. ندير شويه نتاع الزيت، غادي ندير الكسكسو بالدجاج، يعني ماشي اشكال اللي كان مهم كي قالو نسلكو راسنا. غادي نقول لكم البنات واحد الحاجه، انا راني كنديرها الخضره بحال الخضره كنشدها في الاول كنغسلها كما كانت. كنت غادي ندير اي حاجه كنغسلها وكنرجع نديرها في شي طاسه بحال هكا وكندير لها الملح وكنخليها واحد شويه. معروك عارف مع هذا المرض، وديجا بلا مرض راه خاصها تعقم، فهمتوا؟ كندير لها الملح وكنخليها. ودابا بقاو معايا غادي ان شاء الله نعدلوا الكسكسو ديالنا. بغيت نقول لكم حتى على هذا فهاد الدار اللي رحلت لها، ما هاد الزليج ما داير، يعني خصه بزاف نتاع الخدمه هنايا وكلشي. ان شاء الله غادي ندير له واحد الكاغيط وغادي نشاركه معكم، نوريكم الطريقه كي نديروا نلصقوا الكاغيط على الزليج. غادي نمشي نختار اللون، غادي نوريكم ان شاء الله اللون غادي نختاره. بقاو معايا باش غادي نعدلو الكسكسو ديالنا. جاب لي خيزو هادي فزتهم البنات. انا فيا التوسويس، فيا التوسويس التوسويس التوسويس، كنبقى نغسل في الخضره ونعاود نغسل فيها ونعاود، وحتى غادي نقلع لها كاع المنافع ديالها. والبطاطا ضروري عندي في الطعام على حساب الوليدات، وحتى هي انا كتعجبني. كما قلت لكم كنبقى نغسل ونعاود نغسل ونعاود، شي مرات كنبقى نقول في خاطري ايوا كاع الفيتامينات قلعتهم مشاو في الماء. المهم انا ما كنقومش الطعام، يعني ما كنديرلهش العطريه، حتى كنبغي ندير الخضره عاد كندير لها العطريه، عاد كندير العطريه كما قلت لكم. انا درت الماء يطيب باش غادي نروض الطنجره ديالي. كنقليها مزيان، كنقلي مزيان وني دايره المقراج يطيب. هذا قوي ندير الطعام. انا
البنات كيعجبني هذا الكسكسو تاع داري بصح كيفوق مكيديش معاك يعني بزاف تاع الوقت. واخا كاين حتى شي بنات زعما ما كيعرفوش يطيبوه سبحان الله كي يعني كي كيقالو مساعد. وانا ما غاديش ندير كيلو كامل ندير شويه هاد الكاميرا. كندير تقريبا جوج نتاع المعالق نتاع الزيت باش نحرك في يدي باش ما يلصقليش الطعام بزاف في يدي. المهم انا البنات كندير الطعام ندير له الزيت كنخليه تقريبا واحد 3 نتاع الدقائق حتى يشرب الزيت. عاده كندير له شويه نتاع الماء باش يبدا يشرب. المهم ديجا راني مشاركه معكم الطريقه ديالي ديال الطعام ماشي مشكل نعاودوها. وهاركو معايا حبيباتي هيا البنات شرب داك الزيت. غادي ندير شويه نتاع الماء يعني عشوائي فقط غادي نخلصها. غادي نخليه تقريبا يعني هي الاولى من كديروا الماء في الاول هو النتيجه نتاع الاخر. يعني كندير في الاول شويه الماء ياسر وكنخليه شويه يشرب هذاك الماء وغادي غير يشرب عاد نديره في البرمه بحال هكا. وفي هذا الاثناء البنات غادي نستغل الدراري بعدا ما كاينش غادي ندير واحد الكيكه ان شاء الله لكوتي. واخا ما عندي لا حليب لا دانو لا والو غادي المهم انا غادي نشاركها معكم. صدقت هي هذيك ما صدقت هي هذيك انا بسم الله ما شاء الله يعني لي كيك كيصدق لي. المهم انا هذا النهار غادي ندير لي كيك بالماء وغادي نشوف النتيجه ديالو ان شاء الله. غادي نخرج شي فكره من عقلي ونشوف كي غادي تصدق كي قالوا يعني غادي حيت دابا ما عنديش دانون وما عنديش الحليب يعني خصني نخرج واحد الكيكه نتمنى ان شاء الله انها تصدق كما ديك التصويره اللي في بالي. راكو معايا احبابي البنات. نقيت الخضره او الزوج ديالي عاد جاب لي خيزو هادي هزتهم البنات. انا فيا التسويس فيا التسويس 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 كنبقى نغسل في الخضره ونعاود نغسل فيها ونعاود وحتى غادي نقلع لها كاع المنافع ديالها. والبطاطا ضروري عندي في الطعام على حساب الوليدات وحتى انا يعني كتعجبني كما قلت لكم كنبقى نغسل ونعاود نغسل ونعاود. شي مرات كنبقى نقول في خاطري ايوا كاع الفيتامينات قلعتهم مشاو في الماء. المهم انا ما كنقومش الطعام يعني ما كندير لهش العطريه حتى كنبغي ندير الخضره عاد كندير لها العطريه عاد كندير العطريه كما قلت لكم. راني درت الماء يطيب باش غادي نروض الطنجره ديالي شفتو كنقليها مزيان. كنقلي مزيان وني دايره المخراج يطيب ونضربوي غادي ندير الطعام. انا البنات كيعجبني هذا الكسكسو تاع داري بصح كيفوق مكيديش معاك يعني بزاف تاع الوقت. واخا كاين حتى شي بنات زعما ما كيعرفوش يطيبوه سبحان الله كي يعني كي قالوا مساعد. وانا ما غاديش ندير كيلو كامل ندير شويه هاد الكاميرا كندير تقريبا جوج نتاع المعالق نتاع الزيت باش نحرك في يدي باش ما يلصقليش الطعام بزاف في يدي. المهم انا البنات كندير الطعام ندير له الزيت كنخليه تقريبا واحد 3 نتاع الدقائق حتى يشرب الزيت. عاده كندير له شويه نتاع الماء باش يبدا يشرب. المهم ديجا راني مشاركه معكم الطريقه ديالي ديال الطعام ماشي مشكل نعاودوها. وهاركم معايا حبيباتي هيا البنات شرب داك الزيت. غادي ندير شويه نتاع الماء يعني عشوائي فقط غادي نخلصها غادي نخليه تقريبا يعني هي الاولى من كديروا الماء في الاول هو النتيجه نتاع الاخر. يعني كندير في الاول شويه الماء ياسر وكنخليه شويه يشرب هذاك الماء وغادي غير يشرب عاد نديره في البرمه
هكا. وفي هذه الاثناء البنات غادي نستغل الدراري بعدا ما كاينش، غادي ندير واحد الكيكه ان شاء الله الكوتي، واخا ما عندي لا حليب لا دان ولا والو، غادي المهم انا غادي نشاركها معكم. صدقت هي هذيك، ما صدقت هي هذيك، انا بسم الله ما شاء الله يعني لي كيك كيصدق لي. المهم انا هذا النهار غادي ندير لي كيك بالماء وغادي نشوف النتيجه ديالو ان شاء الله، غادي نخرج شي فكره من عقلي ونشوف كي غادي تصدق. كي قالوا يعني غادي حيت دابا ما عنديش دانون وما عنديش الحليب، يعني خصني نخرج واحد الكيكه نتمنى ان شاء الله انها تصدق كما ديك التصويره اللي في بالي. راكم معايا احباباتي البنات، غادي نبداو في الكيكه ديالنا. شوفوا التست انا ما لقيتهاش، لقيت سكر كلاصي، فغادي ندير غير نص كاس، ما نبغيش السكر بزاف، وكاس ديال العنبه ما كاملش، نقولوا كاس قل الربع، وربعه نتاع البيضات. نتمنى ان شاء الله تجي زوينه، وقال لك شكر راسه وفاني سكر. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، نخلطهم مزيان. هيا البنات خلطتها مزيان، انا كندير عيني ميزاني بصح، واخا من كنبغي نبارطاجي كنبغي ندير الكاس ديال العنبه لان الاكثريه ما عندهمش الميزان، وانا حتى انا ما كنخدمش بالميزان كنخدم بالعنبه، ولكن اكثريه عيني ميزان. المهم غادي ندير نضيف كاس، بسم الله، لان خصني نديرها خفيفه حيت غادي نضيف لها الماء. غادي نحرك هذا الكاس الاول مزيان، عندي كاس نتاع العنبه ما كاملش يعني تقريبا نص شويه فايت. غادي نضيفه، نبقى نحرك الحركة شويه، غادي نضيف كاس باش نشوفوا شحال يبقى لي في الاخير. بسم الله، غادي نبقى نضيف غير شويه، هنا في هاد الدقيقه غادي نضيف جوج نتاع الخمارات تاع الحلوه، 7 غرام يعني 14 غرام، نبقى نحرك بشويه. غادي نزيد هاد شويه نتاع الدقيق على هاد الحساب، غادي تكون هزت لي جوج نتاع الكيسان نتاع العنبه. غادي نبقى ندير بحال هكا لان ديجا كنخدمها انا بالماء، بصح كنضيف لها القهوه، كنضيف لها القهوه بحال هكا. الليمون ديالي ها هو دهنته بالزيت، غادي نضيف له الدقيق، غادي ندير في هاد الليمون حيت هادوك الليمون الاخرين تشرطولي في الرحيل. ندير هذا، راني شاعله الفران من بغيت نبداها، شعلت الفران. بسم الله البنات، باش الكيك اصلا ينجح كي قالوا بهذه الطريقه ولا الكيك اخر ديما خصك تهزو داك لي الطاس فاش كونوا خادمين، تهزوه للفوق وتخليوه تهبط لي كيك من الفوق. انا البنات ندخلها الفران وراكم معايا احباباتي، موح عليكم.
البنات هذا هو غدانا، غادي نتغداو ان شاء الله. ما لقيتش البنات عندنا ما شارياش السقايه باش نقد نسقي، راني كنت غير كنسلك وصافي. يلاه البنات نتغداو ونولي معاكم ان شاء الله باش نوريكم الحلوه ديالي كي جات وصدقات ولا ما صدقاتش. ها راكم معايا البنات، ها هي الكيكه ديالنا البنات. كما قلت لكم عندي السنيده باش ندير سيرو، اذاك السكر كلاصي درت له شويه نتاع الماء ودرتها غلا ودرتها ودرت فوقها الفيرميسي شوكولا. غادي نفتح معاكم، مي جايه البنات رطبه ما شاء الله. شوفوا البنات شوفوا كي جايه، شوف 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 جايه بومبي جايه بسم الله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش البنات لايك وبارطاج وتابعوني وسمحوا لي على المعلقه طاحت، ونقول لكم ديما ديما نموت عليكم وحاليكم.